الحمد لله. الدراسات والأبحاث العلمية في الحجامة. نعم، هناك دراسات وأبحاث ورسائل نوقشت في الحجامة غربية أكثر من عربية، وستجد في الوصف روابط بحثية وسأذكر المهم. جامعة الملك عبد العزيز عمادة البحث العلمي، قامت العيادات التخصصية بإحالة 5320 مريضا إلى عيادات الحجامة العلاجية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز في ذو القعدة 1433 وحتى رجب 1439، فكانت نسبة تحسين جودة حياة المريض والاستجابة لبعض الأمراض 98%، كما يمكنكم الدخول على موقع الجامعة وقراءة الأبحاث.